كنت مرحبا بكم. خبر جاء من موقع اسباني لأوبجيكتيف اسمه، يتكلم عن رحلة قام بها طائرة حكومية إسبانية إلى الجزائر، رحلة غريبة حسب هذا الموقع الإخباري. يقول أنه طائرة تابعة إلى حكومة بيدرو سانشيز باتجاه الجزائر في عز الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. الطائرة هذه من نوع داسولت فالكون 900 تي 18-3، انطلقت نهار الجمعة من القاعدة الجوية لتوريخون في أردوز نحو البوليدة، مدينة جزائرية هي بليدة ما فيهاش مطار بيستقبل هذه الطائرات، وإنما بوفاليك اللي 30 كيلومتر. يقول الموقع هذا أنه الرحلة انطلقت على الساعة 11:06 ونزلت في الجزائر على الساعة 12:20. طبعا يديروا الحساب، هنحسبوا ديكالاج اوراير تاع كاين ساعة تختلف بين الجزائر واسبانيا. يقول لك 6 سوايع من بعد، يعني انه الرحلة بقات 6 سوايع من بعد، اي على الساعة 6:07 مساء، نفس الطائرة قلعت في رحلة العودة، نزلت في مدريد على الساعة 7:12، وحسب المعطيات اللي عندهم يقولوا هما حاولوا على كل حال، هذا حسب المعطيات اللي عندها. والجريدة الموقع دي أوبجيكتيف حاول الاتصال بالمونكلوا وبوزارة الدفاع باش يعرفوا أسباب هذه الرحلة هذه، هل كان فيه شخصية رسمية داخل الطائرة، يعني واش كان في الطائرة هذه، ما تلقوا حتى جواب. ويقول لك من وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية تأكد لهم أنه خوزي مانويل ألباريس ورقم 2 تاع الوزاره أنجلس مورينو ما كانوش في الطياره. شري قال منه خوزي مانويل ألباريس وأنجل مورينو ما كانوش في الطياره. هذا واش قدروا يقولوا. الرحله هذه اثارت عده تساؤلات عند الاسبان، خاصه في الصحافه، لانه كانت حريه الصحافه ماشي كما الجزائر، ما يتكلموش خلاص على هذا الامور هذه. يقول لك انه هذه الرحله هذه ما كانتش مقرره في عند وزراء حكومه بيدرو سانشيز، وان هذه الحكومه اللي منفات وما اكدت خبر رحله هذه الطائره. وهذه الرحله تتم في عز ازمه تاع غاز ما بين البلدين، ويعني حتى في وقت وين كاين تهديدات تاع توقيف تموين اوروبا من طرف الغاز الروسي. كاين معلومات تقول انه الجزائر خفضت من تمويلها لاسبانيا من الغاز 50%. إذن كان أزمة بين البلدين، والذي أوبجيكتيف موقع الإسباني هذا يقول أنه الرحلة جات تمت 2 شهر بعد توقيف اتفاقية معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر و إسبانيا، وتبقى
يعني هذه الرحلة هذه لغز بالنسبة للكثير من المراحلين الإسبان. أكيد أنه الطرف الجزائري ماهوش راح يكشف عليها، ولا صحافة جزائرية تحاول تعرف واش صرا، ولكن لما طائرة قلة من مطار إسباني تجي تنزل في مطار عسكري جزائري ومطار فريق حتى يكون في سرية باش ينزلش في دار البيضاء في مطار دار البيضاء مطار أوارك أمين الدولي، تنزل في مطار بوفريك. طبعا هناك أمور راهي تم في الكواليس. نتمنى على كل حال تكون الصحوة في العلاقات الجزائرية الإسبانية، احنا ماذا بينا بلادنا تكون عندها علاقات طيبة مع الناس كامل، ماهوش من صالح الجزائر يعني باش تكون فيه توتر مع أي جهة كان. ما عندناش حتى فائدة خاصة من الجزائر تستورد وما عندها حتى شيء، يعني ما تنتج والو، بلاد على بالكم راهي صاير ثلاث شغل هذاك اللي عنده دراهم وما عارف واش يدير بيهم يفسد فيهم وكذا، بلاد راهي عاجزة تيكو على كل شيء. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس، صحفي حر، هشام عباس.